سلام لافامي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. غنبارطاجي معكم العروض الجديده اللي دايرين مارجان في المواد الغذائيه في اواني الطبخ. غادي نبدا معكم بهذا الانصومبل. هذا راه 3 بياس، هذا راه ديال الجرانيس كما كتشوفوا، كاين في هذا اللون هذا النوار وكاين في البيج كما كتشوفوا في هذيك المقيله، وكاينه هذه الجميله هذه اللي غارقه، وكاينه الاخرى اللي مسطحه. صراحه الشكل ديالهم زوين. بالنسبه للثمن دايرين ليهم 599 درهم. ها هو اللون الاخر اللي فيهم. هنا كاين هذا الانصومبل، هذا فيه جوج مقالي، هادو ديال تيفال ومعهم ديك الكسرونه، هادو في النواغ. البنات كملوا معايا الفيديو حتى الاخير، كاينين هميزات في اخر الفيديو كما كتشوفوا 3 بياس. راه ما تيلصقوش، الطفال راه معروفه. بالنسبه للثمن دايرين ليهم 299 درهم. كاين هاد الليمون هادو ديال الكيك، هادو تاهما ديال الطفال، فيهم 3 بياس. بالنسبه للثمن راه دايرين ليهم 199 درهم. اللي كيشوف قناتي اول مره ما ينساش يدير واحد الاشتراك باش يوصلو كل جديد. كاين هاد المول هذا اللي في الاحمر كما كتشوفوا على شكل مربع، معاه ديك اللاطه ديالو لتحت. بالنسبه للثمن راه داير ليه 149 درهم. وهنايا حاطين هاد المول هادو ديال السيليكون، هادو راه ديال كاب كيك، هادو راه بصة. بالنسبة للثمن راه داير ليهم كلهم نفس الثمن، 69 درهم. كاين هذا على شكل طولي، وكاين هاد المول هذا اللي داير. الثمن كلهم بحال 69 درهم. كاينين هاد البواطات هادو ديال الزاج، هادو كما كتشوفوا راه ثقال من هزيتهم، جيبينهم فهاد الشكل الجديد. شوفوا السدادات عندهم من الفوق كيفاش كيتحلوا. كاينين هادو الكبار وكاينين وحدين صغر منهم. بالنسبه لهاد الكبار راه داير ليهم 109 دراهم. ها هما الصغار ديالهم كيتحلوا من الجناب. بالنسبه للصغار داير ليهم 89 درهم. بالنسبه لهاد المقله ديال البغرير، هذه راه ديما كاينه في مرجان. هذه ديال الجرانيت، فيها 26 سنتيمتر، الثمن ديالها 99 درهم. هنا درت لكم المواد الغذائيه، وغادي نبدا لكم بزيت المائده. هذه راه ديال زيت عافيه، راه دايرين فيها برومو، كتاخذي 5 ايترو مع هذيك القرعه ديال نص ايترو. بالنسبه للثمن راه داير لها 93 درهم فاصلة 95. بالنسبه لزيت لوسيور كما كتشوفوا 5 ايترو، راه داير ليها 92 درهم. بالنسبه لهاد الزيت، هذه زيت المائده، هذه راه المختاره، هذه ديال مرجان داير ليها 87 درهم. هذه ارخص وحده. بالنسبه لهادي زيت المائده ديال فيز، بالنسبه لهاد هادي راه جوج ايترو داير لها 34 درهم. بالنسبه للويلور،
هذه ديال نوار الشمس، داير لها 106 دراهم، 5 ايترو، كانت 112 درهم. كما كتشوفوا لو سيور 92 درهم فاصلة 50. بالنسبة لي بات، هنا دايرين 3 ديال الباكيات ديال لي بات، فيها ديال امغاليطا، بالنسبة للثمن داير ليهم 24 درهم فاصلة 95. بالنسبة للكسكس داري راه داير ليه 15 درهم، فيه 1100 غرام. كاين هذا ديال كينا، الكسكس ديال كينا، دايرين 3 الباكيات، بالنسبة للثمن راه داير ليه 30 درهم، كان 42 درهم. هذا الطون ديال جولي، هذا راه ديال ساندويتش، هذا راه ديال لاصوص طوماط ماشي زيت، بالنسبة لهذا داير ليه 22 درهم. كاين هاد جولي، هذا ديال الزيت، هذا معروف بأنه زوين، المذاق ديالو زوين، داير ليه 16 درهم. بالنسبة للدقيق، هذا ديال نور الدار، راه دايرين فيه كيلو غاتوي، بالنسبة للثمن داير ليه 23 درهم. هذا راه ديال القمح. هنا نسلي لكم زيت الزيتون، هذه زيت الزيتون الحرة. بالنسبة للإيترو راه داير ليها 102 دراهم. كاينة هادي ديال واد السوس، بالنسبة للثمن داير ليها 92 درهم. بالنسبة لها هاد الطون، هذا ديال ماريو، راه دايرين فيه عرض 3+1. بالنسبة للثمن راه دايرين ليه 32 درهم فاصلة 95، كان ب 44 درهم. وهنا كتسالي لا فيديو، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.